القرآن نزل في مكة والمدينة وقرئ في مصر. المقولة دي مش من فراغ، لأن مصر عاصمة دولة التلاوة في العالم العربي، وده بفضل عدد من القراء العظام اللي كل واحد منهم يعتبر مدرسة لوحده في تلاوة وترتيل القرآن الكريم، ومنهم طبعا الشيخ أبو العنين شعيشة اللي بتحل النهاردة الذكرى 13 على رحيله بعد ما توفي زي النهاردة يوم 23 يونيو سنة 2011. الشيخ أبو العنين شعيشة هو واحد من عمالقة دولة التلاوة في مصر والعالم العربي، واتلقب بملك الصبا وكروان دولة التلاوة، وكان نقيب القراء من عام 1988 خلفاً للشيخ الراحل عبد الباسط محمد عبد الصمد، وحتى وفاته في عام 2011. اتولد الشيخ أبو العنين شعيشة في مدينة بيلة التابعة لمحافظة كفر الشيخ في 12 أغسطس عام 1922، وتوفي والده وهو عمره 9 سنوات، وألحقته والدته بكتاب القرية وكان عمره وقتها 12 سنة. وكان الشيخ أبو العنين أخاً من مشاهير قراء الوجه البحري في الوقت ده، وهو الشيخ أحمد شعيشة، واللي كان بيصطحبه معاه في الحفلات والعزاءات، وده اللي خلاه يبقى مهتم بتعلم القراءة وأحكام التجويد والترتيل. وفعلاً في عام 1939 التحق الشيخ أبو العنين شعيشة بالإذاعة وهو عمره 17 سنة، وكان وقتها أصغر قارئ يلتحق بالإذاعة المصرية. الشيخ أبو العنين شعيشة كان معروف عنه تأثره بالشيخ محمد رفعت، وعشان كده استعانت بيه الإذاعة لإصلاح أجزاء تالفة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت، ورفض يحصل على أجر مقابل العمل ده. وفي عام 1969 عين الشيخ أبو العنين شعيشة قارئاً لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير في وسط القاهرة، وانتخب نقيباً لنقابة القراء في عام 1988 خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته. تم تعيين الشيخ شعيشة قارئاً لمسجد السيدة زينب بعام 1992، وبعدها عين عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميداً للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضواً للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وعضواً باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضواً بلجنة عمارة المساجد بالقاهرة، إلى أن توفي عام 2011 عن عمر يناهز 89 عاماً. رحم الله الشيخ الجليل.